حتى شي حاجه في هادشي الجيم العام يعني هادشي اللي كيطلع لنا حنا في الراس يعني كل عام نسمعوا اللي تيجي اللي تيجي دابا ما بغاش تفهمي انا اش دايرين الجيم العام و اللعابه باقي ما صدقوش اليوم باقي ما خرجتوش اللي تيجي ديالها باقي ما داروش شنو بقات الوقت وجز واحد المده قصيره يعني الجيم العام ما جاش في وقته وفي ماشي في الوقت المحدد ديالو غادي زينا غير البلبله باش نفكروا في اللي تيجي نحيدو قبل ما تسدى المده ديال الانتقالات بين جينا جد الجيم العام حتى سبتمبر ما هادشي ما مفهومش هادشي هادشي كله تنديرو علاش كاين تخبطات ما بين المنخرطين الله يهديهم والشعب الرجاوي تيتفرج تيشوفو كيما بغاو يديرو بغيو بلا تكون مشات تتحكم في الشعب الرجاوي كامل حاجه وحده تعرفو بين هاد الزاويه وما تقل حتى شي واحد كاع اللي تيمسها بالسوء ان شاء الله ترجع ليه اش ما كاين المرشح الواحد هو هالا واش كيبان لك هالا قادر يمشي بالراجا مزيان شوف على حاجه لك هالا راه مشى بالعام اللي فات بغيت يقول لك شي ترى الله يوفقك على خير تنشكرو بهاد الموقف اللي على شي وقت على الراجا مسائل راه صراحه بغيت يقول لك واحد المنخيطين مي هو حافظ محافظه هالا هو تيبان لي انا كان مع بودريقة ويكمل العام اللي فات تبارك الله غادي مزيان حاجه تنطلبوا هو انه يوقف الرجاء الصح ديالها يدي واحد الشركه يكون شركه اللي تبعد لنا هادشي تكون في شي مستويين صحاح وحاجه وحده يفكر باش يبتعد على الجامعه يحيد النقل الفازي وحيد الاشهار ديال انوي اللي ما مستفدينش منه بتاتا لان فرقه صغيره هي استفدت ما عرفت كيفاش استفدت عندها اشهار واحد وتبارك الله ما عندها لا ليتيج هذه سنين هذه ما عندهاش ليتيج ما عندها لا جمهور ما عندها مدينه صغيره ما عندها حتى شي حاجه مدخول ما عندها حتى حاجه وعندها اشهار واحد واش هذا الاشهار هو اللي تيدخل ما فهمتش ما عندهاش ليتيج حنا نطالبوا السيد الجامعه رئيس الجامعه الخجاع علينا هو ديال تبع نهضه بركانيت يعطينا الموديل اللي نخدموا عليه في الرجاء باش ما يبقاش تابعنا ليتيج بلا هذيك ديال القضيه واحد عطاه هيبه راه واحد يعطي هيبه هو سيدنا الله ينصره في البلاد هو يعطي هيبه بلا ما يستقبل ما تسترجعهاش غادي نطلبوا حنا رئيس الدراجه سياله ويكون قوي مع الجامعه هذه ويكون راجل ونص وحيدنا لك الانوي ما يبقاش قابلينا تدخل لنا والو لان سميت الرجاء ماشي هي سميت الفرق اي فريق اخر المدخل ديالها من الاشهار ماشي هو ديال الفرق الاخرين النقد التلفازي ماشي النقد المدخول ديالو هو ديال الفرق الاخرين باش تقادني معاهم اسمح لي ما يمكنش هذه راه غير مقبوله هذه انا ما مرضاش بها بعدا كواحد من الشعب الرجاوي ما نتقبلهاش باش فريق نكره ضرب في 3 سنين 4 سنين ولا هو با وما عنده حتى مدخول ما عنده حتى جمهور ما عنده حتى امكانيات عنده غير هيبه تلقاو في الجيم العام هيبه هيبه هذه ما عرفنا واش سميه ولا مستشهر في الخفاء الله يهديهم هاد الجميع اللي غادي بين هادشي الله يهديهم الله يهديهم زعما راه الا بغينا نبقاو في هاد الفساد غنبقاو فيه وشكرا هي بصراحه شوف بالنسبه لينا رئيس هالة يعني من القدوم ديالو ربما كيعطي افكار ديالو ولكن في ارض الواقع ما كايناش كنظن بان الناس اللي منخرطين عارفوا كيفاش يجيو الامور ديال ان الرجاء كتمس ومن طو كاينين بعض المشاكل اللي ربما خصها تحاول يعني تخلص في اقرب وقت لان الميركاتو قريب ساري كاين بعض اللاعبين اللي باقي ما كونفوكيش وكاين بعض اللاعبين اللي عندهم مشاكل ماديه كنطلب من هاد المنخرطين انهم هما يسرعوا الموقف ويقادوا الامور ديالهم لحقاش ان اللاعبين يعني اوتوماتيكمون خص اللاعبين تكون فوكاو لان داخلين على البطوله الاحترافيه داخلين على تشامبيونز ليغ داخلين على كاس العرش كنطلب من المسؤولين انهم هما يعرفوا كيفاش يجيروا الامور مع العلم ان كنتمنوا يعني السي بودريق ان المشاكل ديالو تحل ويرجع للرجاء ان شاء الله حيت لاقاش هو يعني بانت الثغره ديالو بانوا بزاف الامور هذا رئيس هاله ربما كيعطي افكار ولكن كيعطي وعود كاذبه كنطلب من المنخرطين انهم يعرفوا كيفاش يجيروا الامور ديالهم سيتو في هذه الظرفيه دي ان شاء الله. واش كيبان لك هاله قادر يمشي بالرجاء مزيان؟ شوف هي بصراحه احنا شوف الرجاء العالمي معروفين عالميا احنا كنشوفوا احنا بغينا يعني رئيس يقدم اضافه في الفريق يقدم واحد الاضافه يعني موجود في اللعابه يعطيهم المستحقات ديالهم يبين المهارات ديالو يحاول انه يكون في اللعابه هذا هو التفكير ديالنا حنا ماشي حاجه اخرى بوعد كذب ما عندنا ما نديرو بهذا الشيء اللي كاين ارجو ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.